علم المصلحة. اصلح صوتك أرمان. اهلا بكم كاملين، وخرت بكم، كل بمكانه وفي اسمه. انا ما اقدر انكم اطلع بيدي اولا واحد عندي ياسر واحد فيه، وثاني لما يقع الشخص اللي هي نوضح له ماني مجاوب بيدي، قاعد هو ما قاعد يجاوب ياسر بخاطر يقول لي كذا فؤاد هذا ما هو مستوى، كان انا بشر، ناس في المستوى، ناس في السياري عندي مستوى ذيك من ناحيه العمل، هو قام ما عنده عمل يقعد حد قاعد يقعد يساوي به مستوى عملي، والله ما هو عملي، قال كانسان ذيك الانسان ما هو ذيك التكبر، انا ما هو عندي، انا يعني انسان عندي ناس فرسي يعني ناس فر تفاضل لا باعمالها، صوت ما طلع نورمال. عموما هذا الكلام كان زين عندي تقولوا مزتون، انا تدوني الاكتراكات يا كتبتها العام الماضي والعام السابق، انا لا فؤاد تعرف اللي نو خليك دائما عند باب المسؤولين، انا ما نحاني عند باب المسؤولين، معروف هذه جميع المسؤولين يعرفوني ما نحاني، ولا نقعد في صال ديتانت، ولو دائما ندخل لحد مسؤولين قد دخلت مره ولا اثنين راك عند وزاره الثقافه قدام، مره قاعد نقرا راك قدام وترفي الوزير بقايته هي، ونجيب بالمناسبه الوزير ما قد دخلت عليه ما قلت انه يعاونك، ومحفوظ جيد اللي سامعني حالي موجود موريتانيا دخلت عليه قلت انه يعاونك راعي فيك قدام، بالمناسبه شوين راك لك وما نصفهاش تو ستاتك اللي تديرو كيراتين دير على راسك، اسا كيفك تيار تسكت فمو، اولا انت لو كانت قرايتك زادت لك شي ما تعود فنان من درجه عاشره، وصوتك رديء جدا جدا جدا، وذاك راهو هل ظهر في انيفرسال مونا اللي طباط ميكرو اللي هي الفيسبوك سابو، اماك تعود تقني انت ما عندك صوت، انت فنان مصنوع من اوتاتين، ما انا قاع فنان انت حذاله مصنوع من اوتاتين، انا كان زين عندي كلام تقولوا مستفون بيك، انا كنت قلت هون نجيك ننقذك بل منين فيه، ديك الساعه تقبلت لي صاحبه ما طلعت لك قلت لك انا ماني صاحبك ولا بيني معاك الجوقه، انت مالك مولاي ولا انك الناجي ولا انك مولاي هاشم ولا انك مينو، انا ما نصح ما نعرفك ما تعرفني، الكش معاك ما هو بيني معاك اللي قلت له، ولو كنت قلت لي مستر مورتان نجيك قبل منين في رواسك نحس انه ما يتحدى لك بشي خاص مو حسن رواسك مو شي ثاني، قلت له نكلمك شنو شهادات ايش عندك من شهادات وشهاداتك للجوله، انت لو كنت عندك شهادات ما تعود دير كراتين على راسك ورزيه، لا انت الصوت شوين والشكل شوين عالم مولانا والرويس والله الا شوين، انت الانسان يدير راسه الكراتين ويحيف له ظل نكلمه شنو اللي كلمتك انت كان تكته، ثانيا انا مستواي الفني راك قاعد تلحقه، انا سقطت مع اكبر نجوم بريطان كاملين، كاتب تدوينة فيها كاتاس راسو ينقذ كاتاس راسو، مش تقل مع قرمي وردة منيتو حورو حمزو ماكسيم دادي سي بي من عندنا كبار كونسيرات موريتانيا غراتويت للمواطنين، انا ينقذك يا ابو دريجه يا راضي للمسخ، اكبر كونسيرات موريتانيا كان عندنا غراتويت للمواطنين، فواد صابر زرست برودكسيون، صباح الخير سعاده زرست برودكسيون، البساله زرست برودكسيون، انا اللي زرست برودكسيون، مش كاين الله زرست برودكسيون، كونسيرات كيف ما هو كيف استغفر الله متوب ليه، كونسيرات اللي في كي هيدي اليك نواكشو فواد صابر اعلى اجر طاف في التمثيل فؤاد الصفراء، اعلى اجر طاف المخرجين فؤاد الصفراء، شاء من شاء ابا من ابا، ماني مستواك مستوى الفنيه ماني مستواك تمدي مستواك، وقلنا بصوت بعد لك مولاي هاشم وترك جبرت 1 مليون في هو نافخك انت بلا صوت وشوين وريجل ما يدير كاراتين يروي يصويل عليك، متقرح اللي مظهر الساحه فؤاد الصفراء قال بصوته
بدي اتكلم مع فؤاد وصبره شنو ينقذك. يقول بعدين فؤاد لا تنشر مستوى بلا مستوى، قال خلي الوالد يسوي اللي في المجال الفني. حد منهم قال له كلمه ترجع توخر على قدمه ماشي، توخر على وريكاته ماشي 180 يعني منه مو سبه واحده. انا ماني مستواك وقلت لك اني ماني صاحبك، قطع مقصع معي ثاني ماني صاحبك، واني ما نقد بيك واني جاعدها، واصحابك كامل يعرفوني ما نقد بيك، والفنانين كامل يعرفوني ما نقد بيك، بيدي حويقرك بيدي حد فر عنده رابط طبيله ما نحويقر وما نقد بيك ماني جاعدها. وانا ماني قاعد متضايق معاك، انا الكلام كان زي يعني تقول انا تدري اني مجاوب انت عليها، انا كتبتها العام الماضي وانت بتابع صفحتي. انا ماني انت اللي عندك الفكر السليم وكنت تتابع عن بناء عن افكار اللي عندك الراديكاليه، انا حويقرك في امريكا وحويقرك هون. بتضايق ما جنيت بص بصاش ما ادري فيك مبصن انت حد. بالمناسبه راني ننصحك نصيحه مولي، شفتك عيت انه خليك واقف عندك ذاك الشورت الخضراء دير تحت كوستيم وتلبس سليم يعود كوبي ومع ستات يا قبي ستات ما يندروا مع كوستيمات كوبي العويدي كل وقت من نقولها لك. انا لايف ماني ما تجاوبك وراك تبغى تبغي تكتب انا فهم مساله واحده كان زين عندي تكتب راك تكتب مستوى ممتع لين تكتب ونجيك بن مي في لين عدلك تعرف اخباري فيه. انا ماني مستواك لا فنيا ولا موسيقيا، زي الموسيقى اللي عندك فيها شنو بالي ما طمك اغنيه عدلها لك مختار الطفل هذا مختار فيلم مع هاشم ولي هاشم عدلك اغنيه حسنوا لك بيها ولا نصيت جزاهم الله خير اغنيه قبط بيز بك دي اصلا انت مولي قاعد انت مشيتك الخز والله انا نعودك الترميدي والسجاحيه ولددو ونرجع للعود فنان درجه عاشره تبعت مالك عبد الحليم اللي صوته زين على الاقل بط حد يعود عنده يد درجه من زين الصوت يقدر يمشي عن التدين والدعوه قايس انت صوتك رويخي حد صوته شوين ما فرصت لك اعمل فن وفن ما حصلت فيه شيء ثاني مساله لي واحد منكم طلع قاعد سامريك كل شيء يقول كلام خاص الناس شاك كذا يقدر يسلكوا انا ندعو قدام وجهي لا انت ولا معظم اهل حق الفن ما في واحد يدق في وجهه. فؤاد صنع راسه براسه ويعود همك تنكر اللي معدل انا في همك تتقارني انت انا تلحق محدد درجتك تقارني انا وانت فنيا يعطيك الوضع يخزيك انت وراسك دير عليه افروا يا وضع انت تقول لي انا مستواي انا الفني تسيادي يعطيك الوضع راجل معدل انا يدي يلعنك انت حتى شفتي سياتك قدام مكتب السياحة توي قبل اللي يعطيك الخازو انا نقول لك قايل لك في لايف موريتانيا ماني كيفك تهال بوكشر انا لا وزير الثقافه ولا مكتب السياحه ولا مدير قناه موريتانيه ولا اي مسؤول في موريتانيا ماني عالم مسؤول راكب نمشي مسؤولين كانوا بيني معاهم لا المعامله الحسنه ولا احترام اول شيء بيني معاهم الاحترام ولا نخيم خاونا نطلبهم ولا نتوقف عند الابواب الملعون لا قايل لك في موريتانيا ماني قايل لك في امريكا قايل لك هون في موريتانيا ولا صبره ما يتوقف عند ابواب المسؤولين ولا يركب القوايا في المسؤولين بين معاهم الاحترام والعمل يا قرب لكن تراني في بلاصه ما عندي فيها شغله بلاصه ما بين معاه شغله ما تراني عندها يلي يلعنك مش سين تي سي اللي يملي يوضعك حد يلبس تي سي تحت كوستيم اللي يعطيك الراحه ما يتم يدير ستات ستات دخلوا شويين يوضعك مولي مشي لك مزاد تعجلي بالمناسبه راك مخنز انا قطعت معك نهار طالع وزاره الثقافه تم ستيك ب 1200 وقيه تم شريه مخنزك دبي عشان انا داير بدري ومعدل رياسك داير كيراتين انك فرحان يعني فني انت راك فنان يوضعك وين انا منين يعطيك الفروخه راجل ما عندنا ما ادري ماركاتيا هذا هو اخر لايف نجاوبك فيه كان زين عندي الكلام اسم كتبه مستون وموريتان بيدي نفس التدوين كتبت العام الماضي وانت هون وصافحتي متابعها يا قال تعرف انك ما قد تشرب بوش من الخمر وتجاو لا اسمي يدور طرف لسانك لكن دفعت شغل امريكا عاد كانك تعود راجل وبطل وهنو انا هون ماني نسميك اسيق الخوت يجيك تمي قد يجيك انت تعرف انك ريبه قيلان يلعنك تو كيراتين اللي دار على راسك انا بلا شهاده وشهاده ماني مره قفشي يا غير شغلتي رقم واحد فيه في موريتان ومعدل مجهود وبعرقي ولا تنفع فيه انت ولا اي حقود ثاني يا اصلا الى حقود جاحده ولا حقود التحت ولا صفرة سيلي التوب واللي صار سيدي بروتكتر بلين بروتكتر على موريتاني بغاها اللي بغاها وكرهها اللي كرهها ومعدلها بعرقي وجبيني وبالجمهور اللي متابعني باللي صانت شغلتي ما عطي هذه وزير ولا قفير يلي يلعنك تو عرفك وكرتين داير انقذك وانقذ وطن وراك بيرام اللي جاحد
علاقتك بيه. وده انا كل خير يا حبيبي، باي باي بون شانس. هذا هو اخر شيء نجاوبك، ما نجاوبك معاه. انا ما عندي 10 عيال، قلت لهم امور ثانيه نجيك والله مشي لك سيقر اخوتي يتم يكجيك نيم بتراسك. سلامتكم انتم، عليك لعنه الله ام لي. انت تقارني انا وانت تقول لك فؤاد انا تفنيه لعنه يا كان نسياني واللي يوضعك مريض. قلت لك ستات طوال ما يندروا تحت كوستيمات، وعلموا ستات 200 هذا ما يندروا تحت كوستيم يلعنك تور ويصق الديل وعفروا. انا شو راسي فارق وعندي الفضل عندي باش نزرعه، قال وين نزرعه باسكو انا راجل عندي شوي بق. وانت قاعد انت قاعد درت وانت شوي ما ينفع فيك شيء تفو مود على وجهك يعطيك الوضع. راجل ما عنده ولانا يلعنك مش شقي لك خزي تفو يعطيك الوضع المخنز تم تم دير ستيكر المخنز. اخبارك يقول لك بيبسي لعنه كان يا انا بيبس. انت بتقعد في جماعة تسمع لك يقول شوي بات ناخذ هاك بتسمعته القواد بتسمعته. باي باي سلامتكم جود لك.